التأسي بهم عليهم السلام، فإن الأنبياء خير قدوة لأنهم أحسن الناس عبادة وخشية لله، وأفضلهم هديا وخلقا. الإيمان برسل الله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، في هذا الإيمان وفي معرفة أحوالهم وقصصهم ثمرات كثيرة للمسلم. فمن ذلك أولا التذكير بنعمة الله على الناس، حيث بعث فيهم أنبياء منهم يخرجونهم من الظلمات إلى النور، وهذا يستوجب منا شكر الله على هذه النعمة العظيمة. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الأمر الثاني التقرب إلى الله بموالاة أنبيائه ومحبتهم والبراءة من أعدائهم وبغضهم، وإن ذلك من أفضل القرب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. الحديث أخرجه الطبراني في الكبير. الأمر الثالث العلم برحمة الله تعالى وفضله على عباده المؤمنين وإعانته ونصرته لأوليائه المتقين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الأمر الرابع من ثمرات الإيمان بالرسل تصبير العلماء والدعاة إلى الله وتثبيت أفئدتهم، كما قال تعالى: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. خامسًا أخذ العبرة والعظة والدروس الإيمانية من سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. سادساً التأسي بهم عليهم السلام، فإن الأنبياء خير قدوة لأنهم أحسن الناس عبادة وخشية لله، وأفضلهم هدياً وخلقاً. ولهذا قال الله تعالى في شأن الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بإخوانه الأنبياء، فكذلك نحن.